السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نكمل معكم يعني الفيديو اللي بديت، باش ماشي الناس اللي قالوا لي السبب ما السبب، انا نقول لكم ما عندي ماش غنخبي عليكم، ما عندي علاش غادي نكذب عليكم. السبب ديال هاد ديال الفيديو اللي درت بينات السيدة يعني تجرأت، كانت بيناتنا صداقة والله ينعلها صداقة بحال هكا. الحاجة الوحيدة اللي خلات هاد السيدة تجرأ وتدخل هي بينات على الدل ديالها على قبل الفلوس. انا هاد السيده ما سلفاتنيش باش وكلت ولادي ولا مشيت دقيت على، كانت هادشي راه درتو انا، ما دخلتش عندها التليفون كنقولوا لها، قلت هكا باش اللي كيعرفني وتجمعنا معاها. حنا كنا حنا ثلاثه ثلاثه وانا هي الرابعه، عدو بالله ما قلت انا كيف ما قلت لكم غير بعت الشيخات وسالات، كنا نقولوا حسبونا غير بعت الشيخات وسالينا، سالات صافي ترسلنا التعارج ما بقينا ما نديرو. نسيت الدور على العائله، خليتي ولد عمتي ما خليتي كل شيء، تليفوني اليوم ما بغاش يحبس، شوهتك شوها، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. شوف شوهتك شوها، ما كاينش اللي ما قالش لك بان كي دخلتي عنده، ها اللي بغات تعيرك بالصبليونيه، ها كون دخلتي عنده تعيرك بالصبليونيه. ها دخلت عندي انا تنقي لها ودنها نعير انا بالصبليونيه. سمعي خدي بوطا مي كاغونطوم، يلاه اش قلت لك بغيتي تتعايري في هو باغيين يبداو يعايروك ياك باك عز الدنيا عليك، هذه الرحمه اللي جمعتي عليها. انا حاشا ولله جمع الوالديه يدعيو عليهم ولا يعايرهم، ها هو الفرق بيني وبينك، ما كنجمعش الدعاويت الشر الوالديه، الا جمعتهم من عند بحالك عنديش مشكل. ها المهم هذا ماشي هو الموضوع ديالي، الموضوع ديالي افلانه هو بان انا ما بغيناش ندخلوا عند راجلك. ولد عمتي البارح قال لك انت داخله من عندهم البروفيل اللي دخلتي من عندهم عند راجل اختي، واللي دخلتي من عندهم عند فلانه وفلانه، من غير الناس اللي كيعرفوك دخلتي من البروفيل ديالك، فهمتيني؟ والناس اللي ما كيعرفوكش ما دخلتيش، مي انا قلت لهم ها سميتها في الفيسبوك وجاوبوها في هذا البروفيل ديالها، ها حيت انت كتدخلي بهذا البروفيل، انت كتدخلي بهذا البروفيل، ها هو اللي داخله به عند عباد الله، هذا هو البروفيل اللي كتدخلي به انت عند عباد الله، ها والبروفيل ديالك الحقيقي ها هو هذا، هذا هو البروفيل ديالك الحقيقي، بينك وبين الله غير الخير والاحسان. ها المهم ما عليناش، انا كنبقى نقول لك بزاف. انا هاد الانسانه كنت درت معاها بروجي، كان كنقول لك صديقه ديالي بركنا كنديروا بروجي، ما الوراق باقيين عندي كلهم جاب الله ما لحقتهمش. درت معاها بروجي، درنا البروجي، عطاتي واحد القدر ديال الفلوس، انا عطيت القدر ديال الفلوس، هي بركه عندي هنايا في الدار، كانوا عندي فوطويات بركه عندي هنايا في الدار، ها بركه هنا، وكاينين بنتها وكاينين وحده اخرى، انا ما بقيتش بغيت نسمي هذيك الناس، ما بقيتش بغيت نسميهم. هضرنا انا اللي كاين غنقول، انا خوف من الله سبحانه وتعالى، وهادشي عارفين والديا وكلشي، هضرنا بان احنا القهوه ما غتخدمش لينا مع المغاربه، حنا ما كاينينش هنا في المدينه اللي فيها ما فيهاش مغاربه بزاف اللي كيخرجوا وكيديروا. خرجنا انا قلت لها شوفي، قالت لي هي انا المهم انا نقول الصراحه، انا هادشي كيف ما كاين انا تنقول، وكنتحداك تقولي بان هادشي اللي تنقول انا كذوب. ها قالت لي هي بانني هي متلتازمة وكتعرف بينها وبين الله وما تقدرش دير الشراب في القهوه، حنايا ما درناش البيره والروج، هذا هو الشيء اللي كاين، ما غيبركوش عندنا الصبليون الا ما عطيناهمش هذاك الشراب ديالهم ما غيبركوش. قالت لي هي انا ما بغيتش الفلوس يقربوا لاكيس ديال الشراب، ديريه انتي ولكن انا ما ندخلش فيه، انا غير المناضه وداك الشيء، التزمت في كلامي، هادشي ماشي غدرتها ودرته من مورا، هادشي قبل ما تجيب الفلوس من المغرب، هادشي قبل ما تجيب هي فلوسها. المهم اتفقنا على كل شيء، هذاك الشيء اللي كان نهار بدينا القهوه وداك الشيء فلوس لاكيس كيدخل لهم كل شيء، واحد الروينه واحد زعليكه وتقبلتها. ها اللي كانوا تيقولوا لي لا انتي ما كنتيش ديري وداك الشيء وليتو محامين ضدي، ولكن ماشي مشكل ما كتهمني لا انت ولا هي ولا الاخرى، ما عليناش. قالت لي ملي انت حرام داك راجلك حتى هو خدام فيه، على راجلك ما تيهش البنديقه بحال هكا فيها البيره والشراب وسميتو، انا ما دخلني الله في راجلك، كل واحد داك الشيء شغله. المهم انا كنجيب غير الهضره حيت انا هذا هو الدومين اللي كتب علينا الله نتغربوا وجينا خدمنا فيه. ولي كتقولي انا معيشه والديا بالحرام، ولا عايشين بالحرام، كنا عايشين بكاع اللي خدنا في لوستاليري عايش بالحرام. المهم خديت هاد السيده جابت فلوسها، خدينا حلينا البروجي في شهر 10، ها هي الكونترا، ها هي الكونترا باقا عندي، الكونترا في سميتي ظاهره طرفه، كاينه حتى شي ورقه الرواسب ديال الكرا وكلشي باقين عندي، ظاهره طرفه، الكونترا في سميتي دارت. ما عليناش، هاد السيده درت لاسورانس القهوه، انا جاياكم التيمه ديال لاسورانس هاي مخلصه وداك الشيء، درت لها القهوه حليناها لو 28 لو 28
28 في شهر 10 درنا لها الافتتاح، خدمنا قرب راس العام، بديت كندير الاشهارات، هي تقول يلاه ينزل عليك النعله، ها تندير في الاشهارات تنكتب تناخذ الكوموندات ديال راس العام، تناخذ هذه تناخذ خدامه من نيتي، الله ياخذ الحق في الكذاب وفي الظالم، ها تناخذ الكوموندات وتنضرب عليهم كتفي، ما توصلينيش توصلينيش والله لو وصلتيني رجاله انا وغلبتهم في الخدمه، ها رجاله وغلبتهم في الخدمه، ها حيت تنضرب تماره حاشا واش وكلت امي وبا الحرام ابدا، ما يسمحوش ليا اليوم الدين، ما يسمحوش ليا اليوم الدين، وانت كنتي كتقولها دابا انت عرفتك اكبر منافقه على وجه الارض، لما انا ياسيري شوفي لابي دابورال، جبتي لابي دابورال ديالك ونجبد ديالي، ها جبتي شهاده العمل ديالك والعمل ديالي، شحال خدامه انت وشحال خدامه انا، ها المهم ما عليناش. قالت لي قرب راس العام، انا غنقول الصراحه وتحدى قولي بانني تنكذب، قرب راس العام انا من فلوسي حيت هي الفلوس ديال المشروبات ما داخلينش فلوس الفلوس ديالنا بجوج، يعني انا عندي واحد الفلوس كيمشيو كناخذ بهم الشراب ديال النصارى كنديرو. قالت هي ما يقربوش لي ولادها وداك الشيء ما عليناش. قرب راس العام مشيت انا زدت واحد النوع ديال الشراب حيت قالوا لي شيمي هذه قربنا نجيو يقربوا يجيو ياكلوا عندنا في شهر 12، قال لك لا ما كانش داك الشيء زهران ما نقدروش نجيو نبركو، اش غادي ندير لهم؟ غنضيع ميده فيها 3000 درهم على 50000 فرنك، ها ياك انت منك هي عندك شي شغلي، هي السيده ملي شافت الفلوس ولاو كيدخلوا من واحد الجهه كثر من شويه من هذيك الجهه، السيده تما فين بدات تتلعب، ها بركي معايا وصارحين يا بنت الناس. قالت لي جات عندي انا جايبه الميكات حطيتهم في الباب ديال الكوزينه وهي تجي عندي من مورا داري، وقبل بعدا كاين داكشي الحزب نايض عليا والحرب نايض عليا وانا ما جيباش للدنيا الخبار، كنشوف وزانط على راسي علاش ما قدرتش نتخلى عليها، غتقول بنت الحرام الا انا تخليت عليها وهي ما كتفهمش في داك الدومين، ها بحال انا بديت ورجعت اللور. جات عندي من مورا الباب ديال الكوزينه وهي تقول لي زهيره تقدري تكملي بوحدك؟ قلت لها نقدر نكمل بوحدي، قلت لها علاش؟ قالت لي حيت باغا نمشي، قلت لها اوكي ماشي مشكل، حيت انا واحد السيمانات قبل كان عرفت بان داكشي ماشي كومودو، لا في لونطورنو ديالها يعني ماشي في لونطورناج ديالها ماشي كومودو، كيجي والشوفات ماشي هما هذوك والهضره كاينه وكلا كلا كلا من هنا، انا وليت دايره نصارطه داكشي في قلبي ما عليناش، وكنصبر كنقول كنراحي الحق العشره العشره. مشات اسيدي بحال هكا قالت لي اش غادي نديرو، جابت هي الفلوس ديال لاكيس اللي كنا كنديرو كانت كديهم كل نهار عندها لدارها كتجيبهم، جابتهم في الاخر ديال الشهر باش نتحاسبو، جابت الفلوس هما هادوك ما ناقص فيهم حتى شي حاجه، كلشي هو هذاك، تحاسبنا قالت لي خصني نخلص ولدي، قلت لها شحال غتعطي؟ قالت لي غنعطي 4000 درهم يا 400 الاورو، قلت لها هي عطاتها لي الولده هي بيديها، داكشي اللي شاط خلصنا من هنا خلصنا من هنا، كتسنى فلانه كتسنى، قلت لها زيدني كيتسنى شي حاجه ديها، هادشي كذوب ولا بصح؟ خديتنا الفلوس قسمنا داكشي اللي قسم الله قسمته انا وياها، قالت لي دابا اش غادي نديرو في الفلوس ديال اللي عاطي انا في التصبيق؟ قلت لها انت فلانه اش غنجبد حتى سميتك انت فلانه، غادي تصبري عليا غادي تصبري عليا اختي، رحنا يلا حلينا القهوه وانت عارفه القضيه مقصحه وداكشي غنبقى نعطيك بشويه بشويه، هادشي اللي كاين ضربوا واحد السيمانات وهي تجي، ضربت نصف شهر 12 وهي تجي، بركت هي وراجلها باقا تنعقل كاينه فيجطه، ما عقلتش اش من نهار المهم كاينه فيجطه، كنزل ليا الضو في القهوه، بركت انا كيسحبني جات تشوفني، ملي شافتني ارتاحت شويه من الخدمه وليت اليز وهي تقول لي زهره واش جبتي لي الفلوس؟ قلت لها شمن فلوس؟ قالت لي فلوسي، قلت لها وانت ايمن يلاه مشيتي، المهم خرجت لي سميتك عندي شحال بحال، كانت يلاه مشيتي يلاه مشيتي، قلت لها واش انت بنادم؟ قلت لها مقصح يلاه بدينا القهوه يلاه هادي راه عندي لاسورانس، ها هو لاسورانس خلصتو غتشوفو امتى مخلصه وكل شيء، قلت لها بشويه بشويه، المهم ما عليناش. هاد السيده عطيتها انا ما نطولش عليكم الفيديو، عطيتها الفلوس عطيتها 500 في 500، المهم فلوسها غادا كنعطيهم لها، بقات 1000 الاورو. جات عندي واحد الصباح هي والبنت ديالها القهوه، قالت لي جات دات 500 الاخرى دات 500 وهي تقول لي دابا 1000 اللي بقات زايره اشنو غنديروا فيها؟ قلت لها انت ايمن صبري عليا، جاي شهر 3 وشهر 2 خايبين قضيه مقصحه غادي تصبري، المهم انا غير غتبدا قلت لها البريمافير الربيع غيبدا الربيع حتى غتبدا تحرك شويه القضيه، غنبدا نجمع لك 1000 الاورو قبل ما تكوني غاده للمغرب جي ديها، هادشي كنتقدم الله شاهد به. قالت لي صافي حتى هذا كلام، قلت لها اوكي انا قدر الله وما شاء فاعل ماشي ليا العالم، جات كورونا سدينا في شهر 3 انا يبرك شهر 3 شهر 4 غيتجمع لي عيط لي مول الكرا قال لي زهره جمعت عليك شهرين ديال الكرا كنتي غتخلصها معايا انت، جمعت عليك شهرين ديال الكرا، جا مول لاسورانس خلصتو، هاد لاسورانس اللي خلصت انا ديال عام ها فيها 280 الاورو خصني نقطعها معاك حيت حنا فاش درنا لاسورانس كنتي انتيا ها
لاسورانس كنتي انتيا وما قطعتهاش ليك. قلت صافي مشات ضربت شهر ما عندهاش باش تخلص لاسورانس. ما كون كانت شي وحده بنت ديال الكلب كون خلصتها معاه والله الا فلتاتك. ها كنت لاقيتي مع شي مشرمله والله الا فلتاتك. انت درتي فيها بطاله كدوري على العائله. ما عليناش الناس. عيطات قالت لي زايره الوجه شتي لي الامانه. لا ايما القهوه تسدات قهوه تسدات اختي راه الماتيريال كله كاين. قالت لي والكليما الكليما لايري. قالت لي فين هو اللي جاب لنا الراجل. قلت لها اختي راه في القهوه. قلت لها انت نخلي لك عند فلان وسيري هزيه. انت كتصحبيني انا بعتو الحمد لله شبعانه عليك وماشي جيعانه. ها شبعانه وماشي جيعانه وما بعت حتى شي حاجه ما بعتها. ها كلشي باقي هنايا. ها وكلشي باقي عند عباد الله. قالت لي واش والماتيريال. قلت لها الماتيريال راه كلشي تمن الطواجن الكيسان كلشي باقي. قلت لها كرهت هذيك القهوه فعلا كرهتها كرهتها. ما عليناش. قلت لها انت خذوا الماتيريال بيعوه. صيفطت لك تصاور ولا ما صيفطتهمش لك؟ ها هو كلشي عندي في الواتساب ونجبدو لعباد الله يشوفوه. اللي باغا تشوهيني جبتي شي حاجه اخرى الا عندك باش تشوهيني. لا تشاركت معاك شي حاجه وستراني. ها الا مشيتي معايا درت كورطاجات وسترتيني. مشيتي معايا تخلصتي في شي حاجه ديال الحرام وسترتيني. ما عندك ما تجبدي عليا. ها قداش شوهتك اللي عباد الله تيهضروا عليك قداش. راه شوهتي غير راسك ورا شوهتي غير راسك. ها المهم بعت هذوك. المهم كان كونجيلاتور بعتو ب 150 الاورو. فين هي هي بعدا ارجيفيتها لتحت هاي هاك. بعت الناس كونجيلاتور ب 150 الاورو. فهاديك قلت لها صبري عليا اختي. قلت لها انت راه مولات الدار كتساني راه كاينه ازمار العالم مرون وكلشي كتهضر معايا مزيان. ما عمرني لقيت شي مكالمه ديالو ما رديتهاش عليها. فيما كتصوني عليا كنجاوبها. الا كان طافي الويفي كنجاوبها. كتوصلني المكالمه حتى الاول البارح فاش درتي البلباله فاش ما كانش راجلك ودرتي على عائلتي كدوري وعلى عباد الله. ها داك النهار ما كانش انا طافي. علاش غنبلوكيك؟ انا قلت لك ما نبلوكيكش انا نعطيك فلوسك. ها وفلوسك راه قلت لك ما سلفتهمش عطيتهم. كنتحداك تقول لي واش عمرني تسلفت من عندكم حتى 1000 فرانك. ها كنتحداك. ها باش تهضري عليا انا غسلي فمك. ها باش تهضري عليا انا ولا تهضري عليا اي وحده تغسلوا فمكم. لا انت ما كنتيش كتنمي في عباد الله اللي دايره الزيف. انا حتى انا النم جات معايا واقيله ما دايره لا زيف لا والو. انا ما تنخدعش عباد الله. ها وما نمنمتش عليك لو وصلتي لها الهضره قلت لك اللي فيها. راه انت اللي واقيله انا انت اللي خرجتي منافقه. راه قلت لها البارح فاش عيطات لي وقالت لي وقالت لي وقالت لي الماكياج ما الماكياج. انت مخلويضه انت مخلويضه. سيري حيدي داك الزيف ولا ديك الدره ولا اش كتقولي لي اش كتقولي لي بلغتكم. سيري حيديه على راسك سيري. ها كاين انا ما نزلش لك. راه كون جيتي لي في المغرب نزل المستوى ديالك. ولكن انا جايه هنا مونطاليتي اخرى ونقيه عليك. ها انت عارفينك عباد الله. انت عارفه الدواسه ديال الجزائريه وعارفه وعارفه وعارفه. انا ما تنعرفهمش داكشي الدواسه اللي عاوتيني انت. انا في سيفيا 16 عام قبل منكم ما عمرني عرفتهم. ها ولكن ماشي مشكل. فين هي 8 هاي ها انتما صيفطات لي النمره ديال الكونط. النمره ديال الكونط ديالها. بعت كونجيلاتور ها هو كونجيلاتور. انا نقرا لكم. قلت لها السلام فلانه راه 150 اورو دخلات لو 8 جويي. ها سمعوا واش قالت لي. هادي اللي شفرتها انا. السلام عليكم زايره كيفتي اختي بخير كلشي مزيان وليداتك واخا زايره. شكرا انا بديك كنت غادي نقولها لك انا عاد شفت الميساج ديالك. شكرا زايره الله يسهل عليك واختي على الجميع. اه والله الله يعدل من عنده. ها جاوبتها. هادي ما كانتش حاساني بانني غادي نخشي لها الفلوس. خشيتهم لا ملي تبع الكونجيلاتور مشيت دخلتهم لك. ها باش قولي انا باش نشفرك له ليه حيك تنشفرك. ها مالي نقاوي وكان عاطيني ريستورات رجال وكتعطيني السوارت. ها سيري سولي عليا في لاميدا. ها قلت لها اللهم امين رزقك هذا صبحي على خير. هادشي باش جاوبتها. ها هي هادشي باش جاوبتها. ها هادشي باش جاوبتها. من بعد ما بقاوش عندي ما بقاش ما باقي ما تبعت لي والو. ولات كتصوني عليا جام ابيل كتجاوب عليا. نهار 12 شهر 8 كتبت لها قلت لها ايمان اختي راني ما كنتش. المهم اوديوات ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. هاد السيده حتى لاخر لحظه وانا تنقول لها فلوسك غتاخذيهم. ها حاطه تنبيع. عيط للسيد جاده واحد الشوايه ديال الخبز باش يصايب لها واحد البطونات حيت قلت لك انت والراجل كيجي يديها ويصايب لها البطونات راه كتباع دغيا. ما بغيتيش حيت ما عندكمش هادي باش ضربي تماره. ما عندكش كتاف باش تخدمي. باغا بارده وما غداش مني بارده بنت الناس. شي دابا بغيت انا كنقول لك فلوسك عندي 850 الاورو ديالك وراه شوفي بانكه واش دازت لك 100 الاورو و100 الاورو ما دوزتش لك خوفا منك حيت انا دايره الكلمه غنعطيك. كنت غنعطيك 300 دابا غنعطيك 100. ها هو عندي الدليل وكنسجلو لك في فيديو. ها كنتي غتاخذي 300 دابا غتاخذي 100. علاش؟ حيت حتى تكملي شهوتك حتى تكملي الشهوه وانا تنخلصك على ديك الشهوه غنبدا نخلصك فلوسك. ها وجري طوالك فلوسك ما نديهمش لك وما بيني وبينك حتى شي ورقه. جبدي لي شي دليل بيني وبينك كتساليني شي فلوس. لا كلشي كونطرات وكلشي كانوا في سميتي. كاع الوراق كانوا في سميتي. ها كلشي كان في سميتي. يلا جبدي لي شي ورقه ولكن بيني وبينك الله بيني وبينك الله وجري طوالك
سيري شوهي. راه عباد الله كلهم جاوا قالوا لي شنو كاين، راه بركه عليك شوهتك، راه بركه عليك شوهتك. راه ماش غنقول لك، راه ما بغيتش نطول الفيديو، الفيديو خصو سوايع باش يلا عباد الله يعرفوك انت شنو كتسواي. يا قولي اش باغا تقولي عليا، شاركت معاك ها، الا شاركت معاك شي حاجه راه ديفوفك انت ما فياش انا، ها الا شاركت معاك انا شي حاجه ديفو فيا ماشي فيك، ديفو فيك ماشي فيا، راه انت اللي مرت الراجل. انا راه ديال راسي في مطابق لي نطيب، لكن ما تنقولها بالعربيه. ها شوفي الديفو منين جاي، من عندك انت، ما انا ديال راسي كنتي صيفط راجلك تبركي عندي. ها كنتي زاهره، زاهره بنت الناس وزاهره هذه، وطلعتي اكبر منافقه، قناع وتحيد لك على وجهك، قناع وتحيد لك على وجهك. ها ولكن انا حسبتك لله وباقا تنعاود تنحسبك لله، وما عمر شي واحد غيدخل عندك ويقول لك جات زايره وقالت لي وقالت لي، كاش ما كتهمينيش، ما تتهمينيش لا انت ولا اللي زادوا معاك. ها دوك اللي زادوا معاك بحال نشوفكم واش غطولوا، نشوفكم واش غتكملوا العشره، راه جمعتوا عليا انا بغيتو ديروا حلقه وشوفوا دوك الريالات واش جمعتوا منهم. لما انا من لحيتك غنلقم لك، فهمتيني، انا من لحيتك غنلقم لك، ماشي شفاره ماشي شيخه ولا عندك شي حاجه جبدي عليا باش تدخلي عند ولد عمتي صدمك. ها دخلتي عند ولاد عماتي صدموك، دخلتي عند عائلتي صدموك، زيدي كملي دخلي دخلي، الحمد لله عارفه شنو تندير واللي درتها جات معايا. وحنا بعدا اول حاجه بعدا، واخا نكون اللي كنقول حنا تناكلوش في اللحم بعضياتنا، لكن نتوما النواحي ديالكم تتاكلوا في اللحم ديال بعضياتكم، حنا لا حنا كنهزو بعضياتنا، احنا اللحم الا خناس كيهزو مالي. ها حنا ما تنبيعوش بعضياتنا على الفلوس، انا نتحداك واش كاين شي واحد في عائلتي مضارب على الفلوس، ابدا ما كاينش. واللي عنده شي حاجه قسمها ليه الله، واللي ما عندوش كنعطيو بعضياتنا وتنتعاونوا بعضياتنا ومحانين، فهمتيني ولا لا؟ تنتحداك وانت شتيهم، انا ما غنهضرش لك على عائلتك، كنهضر على ديالي، انت اللي مشيتي عندهم. لما انا ما وصلت لك حتى شي واحد من عائلتك وما نوصلهمش، ها ونجبدهم، راكي عارفه اني نجبدهم والله تنجبدهم، ولكن لا هذوك الناس ما داروا لي حتى شي حاجه، عليا بالتقار، امك مريضه عليا بالتقار. هذا هو الفرق غيبقى بيني وبينك، انا غندعيك الله سبحانه وتعالى، كنقول لك الله ياخذ فيك الحق انت ولا ياخذوا فيا انا الا ظلمتك. ولا كانت هاد الهضره اللي قلت في هاد الفيديو الا كانت كذوب دخلي عندي وقولها ليا، وكنقسم بالله سجلي فيديو نحولك في اليوتيوب الا كانت هاد الهضره كذوب، كنتحداك الا هاد الهضره كانت كذوب سجلي فيديو ما تبينيش في وجهك وتهضري فيه وصيفطيه ليا في الواتساب وانا نلوح. يلا وخليتك هنايا، والسلام عليكم البنات.